غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو إبيان. الو مساء الخير يا فندم، سلام ونعمة. أهلا وسهلا فيك، ربي يباركك. بارك تعب محبتك، أنا هللويا بريز ذا لورد. حضرتك أمين. معك أبو مريم حضرتك من نيويورك، ممكن بس ناخد بركة أعرف مين معايا؟ أبو مريم من نيويورك. مين معايا يا فندم بس ناخد بركة بس؟ ناخد القس يوسف حبيبي. القس يوسف حبيبي؟ أيوه. أهلا وسهلا بيك، الرب يباركك. هل حضرتك رئيس القناة ولا مذيع في القناة؟ لا لا، انا بشتغل في المساعد هنا في القناه. اهلا وسهلا سعاده القس يوسف، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. سعاده القس يوسف، كان عندي بس استفسار بسيط لو تكرمت. نعم تفضل. شاكرين يا فندم. في حضرتك طبعا كما تعلم ان الرسول بولس بيتكلم عن موضوع القيامه ان هي حجر الاساس، فبيتكلم في في الرساله الاولى لكورنثوس الاصحاح 15-14، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. كررها مرة تانية في العدد 17، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنت بعد في خطاياكم، إذن الذين رقدوا في المسيح. يعني لو ما فيش قيامة العقيدة باطلة، واللي بيؤمنوا بكده وما حصلش قيامة، إذن معنى هذا الكلام هلكوا، دخلوا بحيرة النار والكبد. حضرتك يا فندم، أنا قارئ جيد للكتاب المقدس، أنا ما شفت الشاهد عام أي ويتنس رأى يسوع ساعة القيامة وقت القيامة. نعم الكتاب بيقول قام، لكن ما في شاهد عيان. هذه أول نقطة. النقطة الثانية يا فندم، ليس هناك أي وثيقة تاريخية تقول إن الشخص اللي الصلب ومات قام من الموت إطلاقا، ما فيش وثيقة تاريخية. الوثيقة التاريخية هو الكتاب المقدس نفسه حضرتك، المكتوب من مئات السنين. سعادة القس يوسف، أنا بتكلم على وثيقة تاريخية خارج الكتاب المقدس. شوف حضرتك، الكتاب المقدس قد يحوي كلمة الله، يحوي تاريخ، يحوي جغرافيا، يحوي أحداث معينة، كلها مدونة في الكتاب المقدس. ممتاز، ناخدها ومن مئات السنين. إذا يعني من مئات السنين هذا تاريخ. طيب لما أقول لك مئات سنين أنا ذلك في تاريخ مكتوب. يا سعادة القس يوسف، ناخدها ستيب باي ستيب. أنا فاهم حضرتك إيمانك بالكتاب المقدس، أنا بتكلم على وثيقة خارج الكتاب المقدس. فيه اتفضل حضرتك قول لي، لأن المفروض لو كان يسوع قام من الموت كان المفروض كل فلسطين تؤمن به، كان أول واحد آمن به بيليطس. طيب إذا كان يسوع قام من الموت، ليه ما ظهرش نفسه للرومان؟ ليه ما ظهرش نفسه بليطس؟ ليه ما ظهرش عشان يتأكد؟ ظهر للتلاميذ، ظهر للتلاميذ. أنا معاك، ثواني بس، إجزار للتلاميذ أنت من الكتاب المقدس. إذا كان هو زار كان المقدس. شوف حبيبي، أنا أعتقد أن في أشياء كثيرة في التاريخ بتشهد بذلك. فين حضرتك؟ لكن أنت دلوقتي عايز تطلع بره الكتاب المقدس، أنا مش مستعد أطلع بره الكتاب المقدس. ممتاز. بس كده. ممتاز. إذا ما فيش وثيقة خارج الكتاب المقدس، خلي أنت حضرتك. لا ما قلتش أنا كده. ما نفيتش ان مفيش وثيقه. ما فيش. انا ما عنديش اطلاع ان في وثائق، يعني ممكن اطلع واشوف ان في وثائق. طيب. لكن ما دلوقتي وانا بتكلم معاك ما عنديش وثيقه جاهزه اقول لك عليها. طب سعاده القس يوسف، انت بتتكلم على الكتاب المقدس، سعاده حضرتك الكتاب المقدس اللي انت بتتكلم عليه كم عدد اصفاره لو سمحت؟ 39. كم عدد أصفار الكل؟ كم الكتاب المقدس كله؟ عهد قديم وجديد كم؟ 39. العهد القديم 39، العهد الجديد 27. كم يعني؟ 66؟ 39 و27 نجمع. أيوة كم حضرتك؟ لا اجمعهم أنت حضرتك كم؟ 66 صح؟ حضرتك 66 كتاب. ممتاز. أيوة. حضرتك بتتكلم على ترجمة فان دايك. أنا حضرتك عندي أكتر من ترجمة وبيختلف. الكاثوليك 73، الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية 81، الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية 75، الترجمة البسيطة أو البسيطة الآرامية 68. أنت بتتكلم على إيه حضرتك؟
انت بتتكلم عن النسخه اللي بين ايديك، وبعدين السؤال اللي بعده يا سعاده القس، هل الاصول موجوده؟ طب وايه المشكله في كده يعني؟ ايه المشكله في ده كله؟ هقول لك ايه المشكله. كلهم بيتحدوا في هدف وجود المسيح. لا لا العمليه مش كده. لما نقول اسم الكتاب المقدس معانا طب حبيبي، انا مش مستعد للنقاش دلوقتي، لان احنا بدور في دايره مفرغه دلوقتي. يعني انت عايز تثبت شيء معين بعقلك، انا عارفه يا فندم. شكرا جزيلا وننتهي. سعاده القس يوسف، هل الاصول موجوده؟ قفل التليفون. شفت حضراتكم الان معانا الهواء مباشره، الان على الهواء مباشره الان القس يوسف حبيبي من قناه الاراميه، القس تقريبا مدير القناه، القس يوسف حبيبي من قناه الاراميه، القس في اتصال عليه قبل كده، عشان كده الله يجزيه خير يا كندي، انت والسامعين، والاتصال قبل كده اخونا وضعه الاخوه يدخلوا البلطوك، عشان كده هرب في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، وهل أرضاه ما نالوه منه، فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه، وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سواه.